زين اليوم ايش عندنا؟ عندنا الكسور العشريه. انتبهوا الكسر العشري من شنو يتالف؟ عندنا بالكسور العشريه اكيد عندنا الفارزه العشريه. الارقام او الاعداد اللي قبل الفارزه نقول عليها اعداد صحيحه مثل هذه. هذه اعداد صحيحه او حتى الصفر هو عدد صحيح. زين بعد الفارزه هي الاجزاء العشريه. خلينا نشوف عندنا هنا صفر عدد صحيح وواحد من العشرة. الرقم الأول بعد الفارزة أقول عليه جزء من العشرة. زين هنا صفر عدد صحيح وثلاثة وعشرين من المئة، لكن يا مرتبة هي الجزء من المئة؟ ثاني رقم الثلاثة هو الجزء من المئة. هنا ليش قد عندنا كم جزء؟ هنا عندنا ثلاثة، تمام؟ عندنا ثلاث مراتب بعد الفارزة. أول واحد نقول عليه جزء من العشرة، ثاني واحد راح يكون جزء من المئة، وثالث واحد هو جزء من الألف. شلون يقرأ؟ صفر عدد صحيح 445 من الألف. نسميها كسور عشرية. هنا ليش نسميها؟ أعداد عشرية باعتبار أنه قبل الفارزة عندنا عدد صحيح، هذا عدد صحيح، أما هذا جزء عشري. يعني شلون أقرأ؟ اثنين عدد صحيح وواحد جزء من العشرة. لا نقول واحد من العشرة، يعني اثنين عدد صحيح وواحد من العشرة، ثلاثة صحيح وخمسة وخمسين من المئة، 14 عدد صحيح و 650 من الألف. فهمنا شنو معناتها؟ زين اكو احنا طبعا ماخذينها بالسنين الماضيه انه نساوي الكسر العشري، انه كسور عشريه متساويه. يعني شلون؟ اذا عندي هذا صفر عدد صحيح وثلاثه من العشره، اذا ضفت له صفر ما راح اغير من قيمته، راح يبقى هو متساوي. يعني هذا الصفر اللي على اليمين ما يغير من قيمه الكسر. يعني إذا قلت صفر عدد صحيح وثلاثة من العشرة معناته هو يساوي صفر عدد صحيح وثلاثين من المئة. زين وإذا أخلي له هنا همين صفرين هم نفس الشيء. لو أرجع أحط صفر لا هم نفس الشيء. قد ما أخلي أصفار على اليمين فهي ما تغير قيمة الكسر. زين راح تقولوا لي بيش نستفاد من عدها هذه؟ راح نستفاد من عدها بجمع وطرح الكسور العشرية. لانه من نجي نطرح او نجي نجمع لازم نساوي بين المراتب. يعني من اريد اجمع هنا قد عندي؟ مو عندي مرتبه واحده، وهنا قد عندي؟ مرتبتين. لو اخلي جمع بيناتهم لازم اساويهم، فش اسوي؟ اضيف صفر هنا حتى اساويها. هسه من نوصل للجمع تشوفون شلون نحلها. زين عندنا هسه تحويل الكسور العشريه الى كسور اعتياديه تكون مقاماتها لو 10 لو 100 لو 1000. راح ناخذ مثال ونشوف. حول الكسور العشريه الى كسور اعتياديه. عندنا صفر عدد صحيح وثلاثة من شنو؟ من العشرة. معناها شلون اريد احولها؟ اذا اريد احولها رقم واحد بعد الفارزه معناها المقام عشرة. زين هنا كم مرتبة عندي بعد مرتبتين؟ يعني ايش قد؟ 100. وهنا ألف. ليش ألف؟ لأنه ثلاث مراتب. لأنه هاي واحدة اثنين ثلاثة، ثلاث مراتب بعد الفارزة. هي أصلا احنا بدنا نقول تسعة من الألف، يعني كسر عشري أو جزء عشري من الألف. زين هسه هذا العدد الثلاثة المقال وين اخليه؟ اخليه بالمقام، ماخذين العام، احنا ماخذين العام هذا صف الخامس اذا تتذكرون. زين وهنا السبعة خليها هنا، وهنا شكل عندنا تسعة؟ نخليها هنا. إذا صار عندي هاي الكسور العشرية اللي بيها فارزة حولناها إلى كسور اعتيادية مقاماتها عشرة أو 100 أو 1000. زين عندنا تحويل اخر. شلون راح قبل التحويل راح ناخذ نشاط على هذا المثال. شلون هسه حولناه؟ راح ناخذ نشاط موجود عندنا صفحه 58. حول الكسور العشريه الى كسور اعتيادي.
زين من نحول؟ خلني نشوف هسه هذا اول واحد. كسور اعتياديه شنو معناته كسور اعتياديه؟ معناته عندي بسط وعندي مقام. زين اذا هو هنا 5 من ايش قد هذا؟ 5 على 10. اذا المقام ايش قد؟ 10. اذا راح نخليه على 10. زين الخمسة وين نخليه؟ بسط. بسط من ينعرف هالشكل ايش اسوي له؟ ابسطه. لازم يكون الناتج في ابسط صورة. زين هي 5 ولا 10؟ على 5. نعم على 5 ايش قد هذه؟ 1. وهي على 5 2. الناتج على 1 على 2. 1 على 2. هو ايش يريده؟ يريده كسر اعتيادي، يعني مو عدد كسري، يريد كسر اعتيادي، والكسر الاعتيادي متكون من بسط ومقام. زين نجي هنا ايش قد مقامه هنا؟ ألف. يصير 1 على 1. هذا ألف. زين والبسط؟ لحظة هنا 16 أنا ناقلتها. لحظة بس خليها على مود حتى تصير متنوعة. عندنا 1 عدد صحيح و 16. 1 عدد صحيح و 16 هالشكل. زين المقام ايش قد؟ 100. وهو كله راح العدد كله اخليه بسط، لانه هو شو يريد مني؟ يريد مني كسر اعتيادي، ما يريد عدد كسري بحيث احط هذا العدد هنا، لا، هو شو يريد من عندي؟ يريد كسور اعتياديه. صارت 116 على 100. بيها تبسيط ولا ما بيها؟ بيها. بيها. راح ناخذ من ازار رقم حتى ما نغلط، تقسيم 100 وهنا ايضا تقسيم 100. العفو تقسيم 2. ال 100 تقسيم 2، 10 تقسيم 2، 5 صفر. زين هنا 11 تقسيم 2. طبعا هنا اذا ما تقدرون تختصرون هنا قلت لكم ممكن نسويها على صفحه. 11 تقسيم 2 5 يبقى 1 صغير هنا. 16 تقسيم 2 ما بعد بيها كم على 2؟ تقسيم 2 هنا طبعا راح يصير نص ال 50 25. زين وهنا همينا تقسيم 2، طبعا هاي تقدر تشخطها حتى لا تخربط بها. 5 تقسيم 2 يبقى 1 ايش قد؟ 9. اذا طلع ان 29 على 25 كسر اعتيادي، ما يريد عدد كسري فما اقسر، يبقى مثل ما هو. زين يبقى الكسر الاعتيادي هذا مثل ما هو. هنا عندك البسط هو اكبر من المقام، مو تمام؟ هسه تقولوا لي ليش ما نقسمه ونحوله الى عدد كسري؟ لانه بالسؤال شو يريد؟ يريد كسر اعتيادي، ما يريد عدد كسري. زين عندنا هنا هذا هسه على ايش قلت؟ على الف. على الف. العدد كله يصير بسط 1125. زين نقسم ايضا ب 5 و5 بالضبط، لانه لا 5 و5 عندنا اثنينهم احادهم، هذا 5 وهذا 0، اذا اثنيناتهم على 5. زين 10 تقسيم 5 2 والصفر تنزل. زين هنا صارت 31 تقسيم 5 ايش قد؟ يصير 6. 6 وايش قد يبقى لي؟ 1. 12 تقسيم 5 2 ويبقى 2 صار 625. همينا على 5. 200 هنا 20 بها 4 وهنا ينزل الصفر. هنا ايضا تقسيم 5. 6 تقسيم 5 1 يبقى 1. ايش قد في؟ 2 ويبقى 2 125. هم نقسمها على 5 لانه بعد تقبل 40 بها 8 وهنا 2 يبقى 2 25. راح يصير الجواب 25 على 8. البسط اكبر من المقام. اعوفر ليش؟ لانه قال لي بس اريد كسور اعتيادي. واحد عندنا تحويل الكسور الاعتياديه الى كسور
ايش اخذنا؟ اخذنا تحويل الكسر العشري اللي بيه فارزه الى وين؟ الى كسوره اعتياديه كانت مقامها 10 لو 100 لو 1000. هسه شنو عندنا؟ هذا الكسر اعتيادي مقامه شلون مقامه؟ عدد عادي لا 10 ولا 100 ولا 1000. راح ناخذ هذه الطريقه الثانيه اسهل عندنا، انه نعرف احنا هذا خط الكسر هو شنو مثابته؟ تقسيم تمام؟ حتى نحوله الى كسر عشري ب فارزه راح نقسم 1 تقسيم 5 قسمه طويله. الواحد تقسيم 5 ايش قد؟ صفر. ما يصير. اذا نخليه صفر. زين؟ الخطوه الثانيه ايش اسوي؟ اخلي فارزه هنا واضيف صفر هنا، ايش قد صارت؟ 10 تقسيم 5 2. هاي الاثنين. 2 في 5 10. راح نطرح طلع هذا الناتج، هذا الناتج صفر عدد صحيح واثنين من العشرة. طبعا احنا شنو من يقول لنا حول مثل هذا كسر اعتيادي الى كسر عشري واجي اسوي قسمة، لازم القسمة بالنهاية تنتهي. يعني تنتهي. هسه تشوفون بالمثال الثاني شلون يصير. هذا المثال الاخر. هذا طبعا مثال، هنا عندنا نشاط، واحنا قلنا ان الانشطه مثل الامثله كلها نعتمد عليها. 3 تقسيم يعني 3 بسط والمقام 20. 3 تقسيم 20 زين؟ 3 تقسيم 20 يصير ايش قد؟ اقول صفر. صفر. احنا اذا نقول صفر معناتها صفر في 20 صفر، بعد تعلمنا احنا ان نحط صفر راسا. بعدين شو نخلي؟ فارزه ونزيد صفر. هسه 30 تقسيم 20 نعم 1 1 في 20 20 نطرح صفر و1. زين احنا ايش سوينا هنا؟ مره واحده ضفنا صفر تمام. هنا شو نسوي؟ قلنا نحط صفر اخر صار 100 100 تقسيم 20 ايش قد؟ 5 5 5 في صفر وخمسة في 2 10 يطلع 100. صفرت عندي القسمة. ايش قد الناتج؟ صفر عدد صحيح و15 من 100. يعني احنا من نريد نقسم البسط تقسيم المقام، اول شيء هذا ما يقبل. اذا يقبل ممكن احط هسه تشوفون بالقسمة اللي بعدها ممكن نحط هنا، انا ما عندنا عدد. اذا هو صفر. اخلي الفارزه واضيف صفر واقسم، بقى بيها 10 باقي اللي حق، احط صفر اخر واقسم وهكذا الى ان يطلع لي الناتج. هسه بعدين تشوفون بنهايه هذا الفصل يجينا تقريب للنواتج. هذاك واحد. زين عندنا هنا النشاط الثاني اللي بعده، شوفوا يمكن بالكتاب، حول الاعداد الكسريه الى كسور عشريه. هذا ايش عندنا؟ هذا عدد كسري، فايش اسوي؟ لازم احوله الى كسر اعتيادي، يعني اضرب الخمسه في 3 وزائد 1 يعني ايش قد راح يصير؟ 16 على 5. المقام نفسه وهذا صار 16، واجي هنا اقسم 16 تقسيم 5. 16 تقسيم 5 يصير تمام. ايش قد بيها؟ 3. هاي الثلاثة. 3 في 5 15. زين ايش قد يبقى عندي؟ 1 1 وهذا 0. زين هسه 1 تقسيم 5 ما يصير. شو اسوي؟ احط فارزة واضيف صفر، صارت 10 تقسيم 5 2 في 5 10 اذا يساوي 3 عدد صحيح و2 من 10. فهمنا ايش سوينا؟ انه حولنا العدد الكسري الى كسر اعتيادي اول شيء، وبعدين رجعنا حولناه الى كسر عشري بالقسمه. هذا ايضا نفس الحاله. المقام نفسه 4 في 15 طبعا ممكن تضربوها على صفحه يطلع 60. 1 61. اجي اقسم ال 61 على 4. 6
تقسيم أربعة واحد. واحد في أربعة أربعة. اثنين يبقى. نعم اثنين يبقى. واحد ينزل واحد. والواحد ينزل. صار 21 تقسيم أربعة خمسة. خمسة. خمسة في أربعة عشرين. يبقى واحد. هسه شو نسوي؟ نحط فارزة. وشو نسوي؟ صفر. عشرة تقسيم أربعة اثنين. اثنين في أربعة ثمانية. يبقى اثنين. يبقى اثنين. زين شو نسوي؟ أضيف صفر. نقطة لو بدنا نشوف كم مرة ضفنا؟ خمسة. في أربعة عشرين. هنا لا تصفرت. رح نكتب الناتج 15 عدد صحيح و25 إلى 100. حولنا إلى كسر اعتيادي بعدين إلى كسر 20 بطريقة القسمة. زين نجي هنا هذا عندنا جيم نفس الحالة. المقام شنو هو؟ 8. نضرب ال 8 هذه في 26. ايش قد تطلع؟ 208. يبقى 8 في 6 48. تمام؟ 8 في 2 16 و4 20. صار ايش قد؟ واضيف لها هنا 5 مو 1 5. هنا عندنا 5. واضيف لها 5 ايش قد يصير؟ 213. نعم 213. إذا هنا 213. هسه قسم 213 على 8. يلا قسم. قد 21 تقسيم 8 2 2 2 في 8 16. هذه يصير 11 طبعا. هذه 11 يروح 6 5 5 وتنزل 3 53 تقسيم 8 ستة. ستة في ثمانية ثمانية وأربعين. زين هنا صارت هاي ايش قد؟ 13 وهاي 4. 13 يروح 8 خمسة. خمسة. زين يصير خمسة. أحط الفارزة صفر وهنا أنا صفر. تصير 50 تقسيم 8 ستة. ستة في 8 ثمانية يبقى 2. زين هاي طبعا 10 وهاي 4 يبقى 2. ازين صفر. 20 كم 8؟ 2 2 16. زين هاي يصير 10 وهاي يصير يبقى 4. هم اضيف صفر صارت 40. 5 5 بها 5. يعني هنا تصفرت عندي. إذا الجواب راح أكتبه هنا ستة 26 عدد صحيح و 625 بالألف. زين عندنا هسه مقارنة وترتيب الأعداد العشرية. هذه المقارنة تشبه المقارنة من المقارنة طبعا هو الأكبر والأصغر. شلون كنا نقارن بالأعداد الصحيحة هاي المقارنة الاعتيادية؟ نفس الحالة هنا. عندنا أول شيء مقارنة بين عددين عشريين. نقارن أولاً الأعداد الصحيحة. بيش نبدي؟ نبدي مقارنة بهاي الأعداد الصحيحة اللي هي قبل الفارزة. طبعاً الأعداد اللي قبل الفارزة لو أضم هذه راح يتكون لنا من آحاد وعشرات. هذه أيضاً من آحاد وعشرات. زين عندنا هسه 25 أكبر لو 24 هي الأكبر. 25. إذا إشارة الكبير إلها. زين الحالة الأخرى. إذا تساوت الأعداد الصحيحة متساوية وين نروح؟ نروح على جزء من العشرة. يا هو الأكبر 3 ولا 4؟ 4. إذا نخلي إشارة الكبير إلى الأربعة يعني 7 عدد صحيح و45% هو الأكبر. زين هسه عندنا إذا هذه الأعداد الصحيحة متساوية زين وجزء من العشرة ايضا متساوي. اذا وين نروح؟ على الجزء من المئة. يا هو الاكبر 8 ولا 5؟ 8. اذا هاي نخلي الاشاره الها. زين نجي هنا الاعداد الصحيحه متساويه. الجزء من العشره متساوي. زين الخمسه اللي هي جزء من المئة متساوي. نروح على الجزء من الالف. يا هو الاكبر
التسعة. التسعة إذا هو هذا 42 عدد صحيح و659 من المئة هو الأكبر. زين عندكم نشاط يقول بالصفحة بالكتاب يقول ياهو الأكبر أو الأصغر، هو طبعا حاط أو، أنا خليت هاي الفراغات الدائرة حتى نخلي بها ياهو الأكبر ياهو الأصغر. زين هنا أنا ياهو الأكبر 11 ولا 12؟ 12. إذا الإشارة الأكبر إلى هذا الكسر العشرين. زين هنا الاثنين وأربعين ويا الاثنين وأربعين إيش بيها؟ متساوي. زين الثلاثة ويا الخمسة؟ خمسة. الخمسة أكبر، إذا هذا الإشارة هنا. زين نجي هنا العدد الصحيح إيش بيه؟ متساوي. الثلاثة متساوي. زين هنا عندنا اثنين وهنا عندنا واحد للاثنين الأكبر، إذا هذا هو الأكبر. يبقى لكم فرع دال أريد أنتم تحلوا. زين عندنا هنا تقريب الكسور والأعداد العشرية. عندنا أولاً أقرب عدد صحيح، أقرب عدد صحيح، يعني نقرب إلى أقرب عدد صحيح. وعندنا التقريب لمرتبة عشرية واحدة. إيش يقصد مرتبة عشرية واحدة؟ معناتها أقرب جزء من العشرة. إذا الجزء من العشرة لها اسمين، جزء من العشرة ومرتبة عشرية واحدة. زين وعندنا تقريب آخر هو لمرتبتين عشريتين، يقصد به جزء من المئة. هسه الجزء من العشرة ممكن نقول عليها مرتبة عشرية واحدة، والجزء من المئة نقول عليها مرتبتين عشريتين. فقط هذا الثلاث أنواع من التقريب عندنا، يعني ما عندنا لأقرب ألف. هسه عندنا أقرب عدد صحيح، أجي أشوف وين العدد الصحيح راح أحوطه. هذا أخلي إشارة التقريب اللي يساوي القبلها من هي؟ الثلاثة. الثلاثة صغيرة تعطي لو ما تعطي؟ ما تعطي، يعني من البخيلة ما تعطي. فش أسوي؟ راح تنحذف هي والفارزة وينزل واحد بس يجي. زين إذا أريد هذا مثلا هو نفسه بس أنا غيرت البعدة، هذا العدد الصحيح. هو طبعا بالسؤال شو حيقول؟ قرب إلى أقرب عدد صحيح. القبلة كبير، السبعة تنطي للواحد، تنطي واحد، ايش قاعد يصير؟ اثنين، ينزل الاثنين واحد. زين نجي هنا على التقريب لأقرب مرتبة عشرية واحدة أو أقرب جزء من العشرة. وين أقرب جزء من العشرة هنا؟ سبعة. السبعة راح أحوط السبعة، يعني ضروري تحوطون حتى لا تغلطون، حتى تحد يعني نحدد المطلوب بالسؤال شيري. زين البعثة هذه كبيرة لو صغيرة؟ كبيرة. تنطي لو ما تنطي؟ تنطي. إذا هاي راح تنطيها ايش قد تصير السبعة؟ ثمانية. نحط الإشارة، السبعة شو تصير؟ ثمانية. وهذا القبلة كله ينزل، القبلة الفارزة أو أكو عندنا أعداد صحيحة كلها تنزل. نفس الحالة هنا عندنا التقريب لمرتبتين عشريتين. شنو مرتبتين عشريتين؟ يعني جزء من 100. جزء من 100 مرتبتين. وين المرتبتين؟ يعني المرتبة الثانية، هاي المرتبة الثانية اللي هي جزء من 100. الخمسة تنطي لو ما تنطي؟ تنطي. ايش قد تصير هذه؟ أربعة. نحط الإشارة، شوفوا ايش صارت. ليش أحوطها؟ حتى ما أغلط، هو موضوع بسيط بس ممكن واحد يخطئ. وهذه وزاري تجيب الوزارة، هذه أربعة، الاثنين تنزل، الفارزة تنزل، الأربعة أيضا تنزل. تهمنا شلون تصير؟ يعني هاي كلها مهمة بالوزاري، يجيب لك قرب لأقرب عدد صحيح. واحدة من السنوات جاب قرب لأقرب عدد صحيح من التمارين الموجودة عندكم. زين